أول ما الصبية وحتى الشاب ياخدوا قرار إنه يساووا عملية تجميل طبيعي يكونوا متحمسين لهالموضوع، بس كتير ضروري يعرفوا إنه أي تعديل بالجسم بيحتاج خطوات قبل 6 أسابيع منه، سواء كان نحت أو تحسين بالوجه وغيرها. بخبرية اليوم رح أحكي لكم عن نصائح تتبعوها قبل عملية التجميل. والأولى هي التقليل من الكافيين، وهالشي لأن مادة بتأثر بشكل كبير على الجسم وكتير وارد تسبب مضاعفات خلال الجراحة، خاصة إذا كان عند المريضة مستويات عالية من الكافيين بمجرى الدم، وهالشي لأنه هالمادة بترفع معدلات ضربات القلب وضغط الدم. أما الثانية هي أنك تتأكدي من المكملات الغذائية والفيتامينات اللي عم تاخديهم، وهالشي لأنه واحد من أكبر عوامل الخطر خلال الجراحة هو التفاعل السلبي اللي من المتوقع يصير بين الأدوية المستخدمة بالجراحة والأدوية أو الفيتامينات العشبية الموجودة بنظام المريضة. هلأ رح ننتقل لخطوة يمكن صعبة على الكتار بس كتير مهمة، وهي التوقف عن التدخين، لأنه المرضى يلي بدخنوا حتى لو مرة واحدة قبل إجراء العملية نسبة المخاطر يلي بتعرضوا لها بتكون أعلى بكتير أثناء وبعد العملية، لأنه النيكوتين بيقيد تدفق الدم وبيمنع وصول الأكسجين إلى الخلايا. وبما أنه بعمليات التجميل تحديداً بتكون المريضة أو المريض مستعجلين ليعرفوا النتيجة ويخلصوا من آثار العمل الجراحي، ما تتوقعوا أبداً ترجعوا لحياتكم الطبيعية فوراً، لهيك كتير ضروري تكونوا صبورين لأنه النتائج ممكن تاخذ وقت، وحتى تختفي العلامات والتورم والكدمات، وممكن الجلد يحتاج أشهر ليتكيف مع الشكل الجديد.